زوار مساء الجهة الكرام. انتهت قبل قليل مراسم إعلان صفقة اقتناء الشركة التي رسى عليها دفتر تحملات شركة النقل لمجموعة تجمعات العاصمة. نعم سيد رئيس، لو تحدثنا في عجالة عن الإجراءات التي مراسم التي ترأسموها اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كانت الجلسة الخاصة بفتح الأضرفة للشركات المشاركة في عملية تدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات في التجمع العمراني لرباط صلات ميرا، واللي طبعا الجميع كينتظر في إعلان هذه المحطة هذه لكي نتعرف على الشركة التي سترسو عليها هذه الصفقة لتدبير هذا القطاع. كما لاحظتم اليوم شاركوا جوج ديال المجموعات ديال الشركات اللي هي الآن الشركات الكبيرة اللي كاينة على المستوى الوطني اللي كتدبر النقل الحضري بواسطة الحافلات على مستوى المدن الكبيرة ديال المغرب. واليوم حنا في المرحلة الأولى ديال فحص الملف الإداري. بعد هذا الفحص الملف الإداري قبلنا العرضين بجوج ديال الشركتين بجوج، على أساس أنه نبداو الدراسة ديال العرض التقني ديالهم والعرض أيضا المالي والاستثماري ديالهم، خاصة وأنه بالنسبة لهذه الصفقة هذه حنا كنطمحوا باش فعلا نطوروا نقل بواسطة الحافلات داخل التجمع العمراني. الوضعية اليوم سيئة مع كامل الأسف، عندنا أقل من 300 حافلة اللي كتحرك، في حين أن احنا محتاجين 600 حافلة. إذا فمعنا العرض اليوم كنناقشوا مع هذه الشركات على أساس أنه يوليو عندنا 600 ديال الحافلات وتكون في صورة إيجابية مهمة بالنسبة للسكينة ديال التجمع. نعم نعم السيد الرئيس، كانت بعض الشركات من التمست منكم تأخير الإعلان عن هذه الصفقة لكي تشارك. نعم اصلا كان هذا فتح الأضرفة كان غيكون في شهر ديسمبر. نعم. وبناء على الطلب ديال بعض الشركات باش طلبوا نمددوا مددنا 3 أسابيع تقريبا. نعم. اذا فمعنا استجبنا للطلب ديال التمديد اللي جانا من بعض الشركات. يعني فهذا هو الوقت، يعني احنا اصلا متاخرين. نعم. في هذا الملف فما. نعم. كانش ممكن نعاود نزيد. نعم، اذا شكرا السيد الرئيس.